تجوز ورجع كان هو بيع حصته بالمحل اللي كانوا عندهم بالعلوة. ف شو صار؟ بده يلاقي شغل، ما عنده شغل، بس كان بيعرف العالم اللي كانوا يشتغلوا معهم، يعني كان يشتروا اخر شيء بالمحل العلوي، كان يشتري من فبارك وشو نعم، هي اسمه. بس اجى على لبنان ورجع، كان خلص كل شيء، كان ما كان في خلص شيء كل شيء، هناك. ما عندوش كل شيء، هذا قعد بلبنان يمكن 9 اشهر 9 اشهر. هيك شيء. نعم، رجع بده بده يشتغل. يشتغل، وصل لهونيك يعني ما في الشغل، جمعة جمعتين ما كانش يلاقي شيء يعني يشتغله، نعم ويسأل الأصحاب اللي كان بيعرفهم شو اسمه، اتضايق بعد جمعتين. بعد جمعتين رجع على البيت، قال مش عم نتوفق شغل. يا مرة، شو بنعمل يعني؟ قال بكرة راح شوف مصنع، إذا طلع من نصيبنا بيكون وجهك خير علينا، قال له هيك. راح شاف المصنع واتفقوا كل شيء على السعر، كان في 4 تيارات يمكن تياريز يعني يسموه ماكينات، و كان شايف شو اسمه، كان ناس شايفين نفس المصنع قبل بجمعة، بس شافوا ما سكروش عليه يعني، ما اتفقوش بالسعر او شيء. هو راح شافها وعطى كلمة انه هاي الي خلاص اشتريتها اشتريتها، وردوا عليه خبر تاني يوم انه اوكي مش الحال. وانبسط انه صار في عندهم شيء عشية شغل يشتغلوا. اوكي، جيب خالي يوسف، مش جيب، قال شو معك يا صبي مصاري؟ ما هن، قال والله عندي هيك. تعجب انه بعد 9 اشهر هو خالي الله يرحمه عمل قد ما كانوا يعملوا 4 5 سنين يشتغلوا، هو ب9 اشهر عمل اكثر منهم. فاجتمعوا ومن يومتها بلشوا يشتغلوا سوا، وصار في قصص عشان اللي كانوا بدهم المصنع عرفوا انه اشتروا، وكانوا يعني انه ليش اشتروا، راحوا جربوا يشتروها. يشتروها، قال لا انا اعطيت كلمه لسعيد هو اخذها. راحوا اشتروا المبنى، اشتروا المبنى. راحوا اشتروا المبنى من بعد هو اشترى المصنع، راحوا اشتروا يا المبنى الله، وقاموا عليه دعوه يطلع. لا يطلع من هون. سبحان الله. ويومتها ما كانش مثل اليوم، كان في تقنين كهرباء، اذا بتطلع من المكان اللي انت فيه لحتى تروح غير مكان ما فيش كهرباء، يعني هي الكهرباء هي التميني الأساس. الاساس. ف صاروا يبرموا على محل بعد 6 اشهر بدهم يخلوا، او 3 اشهر مش دير بالي، فصار ما كانش يلاقوا مطرحه فيها كهرباء، يعني شغله صعبه صعب. جدا. فبعدين الله يسرها، كان في واحد مندوب مبيعات ببيع قماش من زحل، كانوا عم يشربوا قهوة من سنكو دي مارش، قال ما نكش على بعضك سعيد، شو خير ان شاء الله. قال عندي مشكل. قال شو هو المشكل؟ قال شو بدك انت، مش راح فيك انت، مشكل كبير مش راح فيك تحلها انت. قال انت شو بدك احكيني. حكي له، قال اوكي بكره الساعة 9 بتجي لهون على البار نشرب قهوة بنروح ندبر لك كهرباء. قال شو عم تحكيني؟ قال بل. ثاني يوم قال والله شو بنخسر، نجي شربوا قهوة الساعة 9 راحوا لوين؟ على رئيس مصلحة الكهرباء بسان باولو. ما شاء الله، عنده معارك يعني. طلع في هيك ما صدق، أعطى الكارت تبعه، قولوا لفلان إنه أنا للرئيس يعني إنه أنا موجود. والله فتحوا له الباب فاتوا لجوا، أوه تعابطوا بي صار طلع شو. طلع رئيس مصلحة الكهرباء ربوا سوا، جيران كانوا يلعبوا سوا رفقة من صغر. يا الله. ايه شو خير ان شاء الله، شو الزيارة سبب الزيارة؟ قال والله عندي صاحبي وبده لقى شو اسمه جوباون يعني مطرح ينقل المكنات بس ما فيش كهرباء. وين العنوان؟ اعطاه العنوان فيلا كارون شارع فلان كونسيديرو كارون. دق على شو اسمه، اجت سكرتيرة جيبي لي ملف المنطقة هاي. جابت له الملف، صار يدرس، عيطي لي للمهندس فرجي. قال من هون لهون قديش بدك وقت توصل كهرباء؟ إيه كان بالزمانات تقدم على طلب 2 3 4 5 سنين حتى يعطوك كهرباء. ايه عيط للمهندس قال قديش بدك لحتى؟ قال شي جمعة 10 ايام. طلب جمعة 10 ايام؟ ايه
طلع ببي قال له بتحمل جمعة 10 ايام بالمسألة؟ جمعة 10 ايام شهر بس اعطينا. مضى ومشل شو اسمه هيدي انقذته وانقذتهم للشباب يعني لخالي ولا من يعني من ازمه كبيره انكسار. ومن يومتها مش الحال صاروا يكبروا صاروا يراحوا بعدين اخذوا عطية بعدين كان شركه موفقه جدا كانوا يكملوا بعضهم كانوا على طول ما كانوا يكملوا بعضهم مثلا اذا ذكر اسم عم يوسف نعم صحيح 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 سعيد كما عم يوسف مزبوط مزبوط يوسف غنام وسعيد درغام صحيح 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 عشان ضلوا يعني من اذا بدك تعتبر من ال 54 55 لل 70 يعني في عندك 15 16 سنه مع بعض مع بعض وقبل كانوا مع بعض وقبل مع بعض يعني اذا بدك تحسبهم كلهم 30 40 سنه مع بعض مثل دارين. مثل اخوي سبحان الله التزموا الاثنين ايه يحبوا بعضهم يمشوا مع بعضهم ويتوفقوا مع بعضهم طيب. كان في توفيق يعني كثير كبير يعني. ايه الله يوفقهم صحيح طيب ننتقل هسه للعمل مثلا العمل الاجتماعي كانوا مع بعضهم بالعمل يعني بالشركة وبالتجارة صحيح. وبعدين كمان شفناهم مع بعضهم بالعمل الخيري والعمل الاجتماعي صحيح. وبدأت يمكن بجمعية سان باولو أبو أحمد سعيد سافر تاني سفرة ب 1953 تقريبا صحيح وكان رئيس الجمعية ب 1960 صحيح وكان صحيح. شاب يعني با يعني كيف صحيح. كيف يعني لحق على العمل سبحان التجاري الله. مزبوط مزبوط وعطى وقت من وقته للعمل الاجتماعي صحيح كان الوالد الله يرحمهم كلهم كان هو اذا بدك يمكن ربنا بيعوض هو ربي يعني بعيد عن بيو ولا صار عمره 10 12 سنه وبعيد عن امه كمان انا ما بعرف الله اعلم ربنا يمكن بيعوض بيعطيه يمكن قوه بيعطيه جراه يعني جراه حتى يعمل حاله بحاله والى اخره كان نشيط جدا كان بيحب الاجتماعيات كان يحب يعني يشارك بالاجتماعيا يعني بالامور الجاليه وبالعمل الخيري كمان هو والمرحوم خالي كمان فكانوا مثلا بدي اعطيك مثال بسيط لما كانوا بالمصنع جوا فابريكا جوا مع بعض كان كثار من الشباب بالستينات يجوا من كل المنطقه من قرعون لبعلبك اوكي انشهروا يعني هونيك يجوا لعندهم 10 15 20 شاب بالجمعه بالستينات كانوا يزدلوا وين المصنع ويروحوا لهونيك يجوا ماشي ايد من ورا ايد من قدام يسألون انت والله من وين من حمارة ابن مين ابن الزهراني ما بعرف شو العيلة هناك نعم ورداني ورداني نعم و... اوكي انتو اوادي نعم. مثلا يطلعوا بسيارة وبضاعة مليانة فوكس باجن كانوا يروحوا يشتروا 10 15 فوكس باجن بالجمعة يحطوهم بالكوريدور المصنع تطلع مليانة بضاعة يجوا الشباب من لبنان يحملوهم ويسموا وعلى القيد كثار منهم بعد فترة ما فيهم شي طيلعوا إقامة عشان كثار منهم يجوا تهريب أو شي بدون فيزا أو شو اسمه ما فيهم شي يفتحوا حساب البنك أو ما فيهم شي يطيلعوا إقامة فما في يفتح حساب البنك يحطوا بالأمانة كان عنده الله يرحمه خالي دفتر أمانات هيك ما شاء الله العالم اسم وقداش له بنك يعني حساب جيري حساب جيري يروح لهونيك يحطوا مصري شو اسمه يعني كانوا هن كان العمل الاجتماعي والخيري قبل مزبوط الجمعية. مزبوط مزبوط صح وبعدين طبعا فاتوا بالجمعية بسنة 60 الفيلم اللي اعطيتك اياه اليوم طيب ببين